ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الميزان ليوم السبت 2/7 يوليو/تموز 2022. اليوم يعتبر ممتاز جدا ليك كمولود الميزان. هتتحرك بنشاط كبير من الصباح على تنتهي من كل اعمالك اللي بتعتبر متراكمة في اليوم ده. اليوم يعتبر مناسب جدا للشغل وللحصد النتائج اللي بتعتبر كويسة جدا في الفترة دي. ممكن تبقى بتستسلم لشوية اخبار تعتبر كويسة في فترة الصباح. هترسم قدامك وعلى وجهك ابتسامة واضحة جدا وهتكون مصاحباك طول اليوم يا ميزان. بالنسبة لك مهنان النهاردة، خليك دايما متأني جدا في يومك ده على صعيدك المهني، على صعيدك المادي. حاول انك تدور دايما عن سلامتك، ما تغامرش في اي مجالات في يومك ده، خليك دايما على قد المسؤولية. بالنسبة لك عاطفيا، هتتمالك اعصابك بشكل كبير خاصة امام شريك حياتك، ولا سيما لما تبقى بتتصدر منه شوية من التصرفات اللي بتعتبر صبيانية بشكل كبير. ممكن تبقى بتستوعب امورك بوسعة صدر وبترحاب كبيرة جدا جدا في اليوم ده. بالنسبة لك صحيا، مهما كانت مشاغلك كتيرة هتبعدك عن الرياضة، فحاول انك ما تبعدش زيادة عن اللزوم، ولو الوقت مناسب النهاردة حاول انك تمارس شوية منها علشان تعرف ترد الغيبة اللي انت تغيبتها فيها.